مرحبا عند الزيلة شب لطيفان نار شاق ترحيب على النوم ما سوى الصوت صداها محفل اللي فزعت بطيب من رهنا الإشارة مواقف دون أحسن على الفعل احتماها تستوي الجبال بحيلة مع قد حشرة لستوى صوت على البشرة فساوة تلا بس مقام فعلها صيت مواقف وبطار تبصم لا تتجتاح الصدارة عندها العزمة الثقيل ووقفته لا تبداها لا نصيت لأهل العرض كأنك تقول للبشارة كل صعبة عند محمد فالمواقف سنتهاها والله النبوه للفزعات والعزة شعارة حسين لكل وقفة لا تعصي تدارة أشهد أن حسن على طبع الوفا حافظ وقارة أم محمد لا وقف لك أجلي يضيق وراها جده اللي عسى الفردوس بيعاد ودارة صيت محمد من فعول الطيب والخير وفا حسين للمرجلة والفخر ورجل النما حسين اللي تكرم المشوف وتكرر لها جده محمد على النماس ما غير مسار يجعل ربي يرحمه بدروب تستوي الجبال بحيلة مع قد حشرة لستوى صوت على البشرة فتا وعتلا بس مقام فعلها صيت مواقف وبطار يا المرد حتى الدحن ومسن يداها مرحبا عند الذي لا شب لطيفة نارة ساق ترحيب على النواس والصوت صداه قدم الفنجان للي نحشبه على اعتباره أي من جمل بجي محفل اللي فزعت بطيب روهنا لشاب هالمواقف دون محمد على الفعل احتماها فيه من عفو الفضيل وفيه من قوة الجسار مجلة جات الأفعال حي الله نباه دايمين هاقوة بصم لا تتجتاح الصدارة عندها العزمة الثقيل ووقفته لا تنبداها لا نصيت لأهل العالم حسين اللي كل وقفة لا تعز وتداراها وابو محمد عون للوقفة دمع ربعه وجاره كل نقمة من فخر يمناه بالفزعة رقاه أشهد أن حسين على طبع الوفا حافظ وقاره وابو محمد لا وقف لك أجلي يضيق وراه جده اللي عسى الفردوس في عاد ودار صيت محمد من فعول الطيب والخير وفا حسين للمرجلة والفخر لكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان.